وسط تحضيرات تل أبيب لاجتياح مدينة رفح في قطاع غزة رغم مطالبات دولية بتجنب ذلك، مسؤول إسرائيلي يكشف عن الوجهة المقبلة للجيش بعد رفح. هيئة البث الإسرائيلية نقلت تأكيدات عن المسؤول بعزم الجيش دخول لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح المنتظرة، قائلا إن ضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم يستلزم دخولا بريا إلى لبنان، وأن ذلك سيتم بعد عملية رفح وليس بالتزامن معها. كلام المسؤول يأتي بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيدخل رفح ويحقق النصر المطلق بعد القضاء على حركة حماس وقادتها، تزامنا مع تدريبات للجيش يقودها رئيس الأركان هيرتس هليبي في حال توسع الحرب مع حزب الله، وفق ما ذكرت مصادر إسرائيلية. ومنذ بدء حرب غزة زادت الضربات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود المشتركة جنوب لبنان، وأوقعت خسائر بشرية ومادية من الطرفين، ما دفع أيضا برفع نبرة الوعيد والتهديد بينهما، مع عزم تل أبيب على التصدي لتهديدات الحزب، رغم أن إيران نصحت ميليشياتها بتجنب صراع أوسع.